إذا مرحبا بجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كتبونا في هذا البث المباشر والحصري. بوليس مدينة طنجة يدخل على خط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يضرب فيه شخص يحدث فوضى بالشارع العام ويلحق أضرار بسيارة نفعية. إذا برافو لرجال الأمن بمدينة طنجة بعد التدخل اللي قاموا به. تفاعلت ولاية أمن طنجة بسرعة وجدية كبيرة مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الجمعة 30 يوليوز الجاري. يضرب فيه أحد الأشخاص يحدث فوضى بالشارع العام ويلحق خسائر مادية بسيارة نفعية حمراء اللون بحي السواني باستعمال السلاح الأبيض. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات الموجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية تجرية تدخل فيها مصالح الدائرة الأمنية الأولى في حينه بتاريخ 2021 شهر 7 في 25، وتمت معالجتها من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات الموجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وظهر شريط الفيديو بحي السواني قرب ساحة رياض 20 غشت ليتم توقيفه من طرف فرقة الأبحاث للشرطة القضائية، وذلك بعد مرور وقت وجيز لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد أسفرت عملية التفتيش المعني وهو من ذوي السوابق العدلية عن حجز 15 قرص مخدر بحوزته وسلاح أبيض، وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية وراهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملامسات وخلفية هذه القضية. إذن كما سمعتوا هذا هو البلاغ ديال المديرية ديال ولاية أمن طنجة اللي تفاعلت مع شريط فيديو حي السواني بعد ما كان واحد الشاب المشتبه فيه أنه دار في واحد الفيديو دار واحد فوضى بالسلاح الأبيض حي السواني. إذا تفاعلت نعودوا الإخوان البلاغ ديال مديرية الأمن، تفاعلت ولاية أمن طنجة بسرعة وجدية كبيرة مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الجمعة 30 يوليوز الجاري. يظهر فيه أحد الأشخاص يحدث فوضى بالشارع العام ويلحق خسائر مادية بسيارة نفعية حمراء اللون بحي السواني باستعمال السلاح الأبيض. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات الموجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية جزرية تدخلت فيها مصالح الدائرة الأمنية الأولى في حين بتاريخ 21/7/25، وتمت معالجة من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات الموجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه الظاهر في شريط الفيديو بحي السواني قرب ساحة رياض 20 غشت ليتم توقيفه من طرف فرقة الأبحاث للشرطة القضائية، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد أسفرت عملية التفتيش المعني وهو من ذوي السوابق العدلية عن حجز 15 قرص مخدر بحوزته وسلاح أبيض، وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية